سي غازي مرابط دونك المحامي ود الكانس علي. دونك احنا توا كنا في السجن المدني المرناقيه هكا ولا مروحين بيسكو ما نجمناش نصوروا الداخل حكم بيان سور ما خديناش لوتوريزاسيون. ان شاء الله المره الجايه ناخذ لوتوريزاسيون به. حكينا ساعه على حاله ود الكانز الجسديه والنفسيه دوب ما دخلت في اول لقاء مع مشيت له وقعدت حداه سويعه باهيه لقيته متاثر برشا مازال شوكي مش فاهم كيفاش فنان ينجم يلقى روحه في السجن من اجل الغنايه من اجل محتوى عمل فني. لقيته متاثر وحط في وضعيه مش باهيه فما دي ديتاي ما نحبش نقولهم توا لمصلحته. استاذ غازي مرابط انا نحب معناتها نفس السؤال اللي ساله زميلي كوكي اما بطريقه اخرى. البارح في وقت تم تحويل يعني ولد الكنز للسجن ما صارش معناها ضرب في المحكمه والا في الطريق الى السجن؟ الطريقه اللي خرجوه بها ساعه المحاكمه مش عادله البارح بكل عده اسباب. قدمت انا حاجه 200 صفحه من مؤيدات وقصيب المحكمة تنظر فيها أثر الجلسة تاخذ وقتها وتقرأ خاصة من فقه القضاء المقارن من الإخلالات اللي صارت في القضية. المحكمة كانها تتفاوض فيهم أثر الجلسة صرحت الحكم كاين والحكم حاضر. حتى من البوليسية البارح الأعوان الأمن كيفاش يتحركوا في وسط قاعة الجلسة ظاهرين باش يهبطوا. إن شاء الله القضاء بتاعنا مستقل رغم كل هذا. هزوه كله هزان حملوه هبطوه. تشوف انه فما نوع من التشفي استاذ؟ فما نعم حاجة خايبة ما نحبش نقول توا. سينو هو راهو المرار نتاعو مش باهي فهمني يقعد فخور بروحو. قلت له راهو الشعب التونسي متضامن معاك. قلت له فما برشا عباد متضامنة معاك وفخورة بيك. متأثر لليوم معناها من البارح ما كلاه حتى شيء. لا يشرب فما لا في الماكل ان شاء الله ما تكونش النية نتاعو. مش يدخل في اضراب جوع لمصلحته انا معناها نصحته باش يشكل وباش يوسع باله ويقعد فخور بروحه. سامعني خويا امين من موقع نوات باش نقص عليك جوست باش نسال سؤال. ما حسيتوش ولا ما قالكش اللي هو بالحق ندم انه وصل جاي معناها اونت بارونتيز سلم نفسه كان في باله معناها اللي هو وفان كنت ما عمل حتى شيء واللي معناها في الاخر معناها ما كانش باش يتحاكم على عمل فني قام به معناها. انا حكيت معاه قبل معناها ما ناخذ ديسيزيون على اعتراض ويعرف روحه باش يمثل امام القضاء معناها بحكم قاسي ديجا غيابيا عامين سجن مع النفاذ العاجل. معناها فهمت السيناريوهات الكل اللي كانوا ينتظروا فيه. مي الحق السيناريو هذا معناها واحد محكوم غيابي عامين سجن مع النفاذ العاجل ويقوم الصباح ويمشي يقدم روحه ويسلم روحه معناها ويجابه المصير نتاعو ومراسيب كان المحكمة تتفهم الوضع هذا وتطيح من الحكم. قال لي كنت منتظر في أقصى عقوبات معناها أقصى حاجة نحو 6 أشهر سجن في انتظار الاستئناف 6 أشهر سجن ولا 3 أشهر سجن. هذا معناها كان المحاكمة تمشي في أقصى العقوبة. استاذ غازي على ذكر الاستئناف وانت كنت ذكرت الاستئناف بالنسبه لكم انتم كهيئه الدفاع شنو هو تستناو في الاستئناف؟ شنو هي التفاصيل الجديده اللي تنجم تلتحق بالملف وشنو هي امالكم من الاستئناف في حد ذاته؟ انا اليوم الصباح 2:30 الصباح تقدمت لكتابه المحكمه البدايه العروس وقدمت مطلب استئناف لتمكين عليه من جلسه في اقرب وقت ممكن باش تنظر فيه. لازم الملف يمشي من يخرج على لازم الحكم يتلخص اولا فهمتني. احنا باش نسعاو لدى الدائره الجناحيه لتلخيص الحكم باش يخرج الملف من محكمه الاستئناف الى من محكمه المحكمه الابتدائيه بالعروس الى محكمه الاستئناف تونس. نتوقعوا اللي باش تصير الحكايه رابيدمون معناها. معناها ثم امكانيه انه معناها بعد الاستئناف باش نقولوا احنا القضاء يتراجع في الحكم هذا ولا لا؟ مبدا التقاضي على درجتين معناها يمكن المستأنف باش المحكمة تعاود تنظر له في الحكم من اول جديد بنفس اوراق الملف لكن تنجم معناها تحكم بعد سماع الدعوة في الافراج عنه في محكمة الاستئناف.
هذا هو المبدا. احنا مورال عليه ود الكنز دونك حكيت لنا عليه مورالكم نتوما اون طونك محامين. احنا زاد متفاجئين انا متفاجئ كمحامي معناها تصريح بالحق بظروف المحاكمه البارح اللي صارت داو الاستفزازات من الصباح. وقع الاعتداء على زميلتي الاستاذه كوثر الغربي بالكلام البذيء من طرف الاعوان بكلام اخيب من اللي استعمله هو في الكليب. وقع الاعتداء على دي جورناليست، وقع الاعتداء على امين التراوي الحاضر معنا توا. نقعدوا بالطبع احنا متفائلين لان نامنوا فما قال نامنوا بالقانون تطبيق القانون. نسعاو باش نعين جلسه في 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 معنا ان شاء الله تري بيانتو. انا نحب نسال اخر سؤال غازي نحب نختم بيه. يعني في الحوار هذا كان رافقني زميلي كوكي من قناة تونسنا ويعرف هو خاصة يعرف بالكدا اللي فما العديد اللي قاعدين يتبعوا في عليه ويتبعوا في الأفير ولد الكنز والعديد اللي يشوفوا فيها ليماج نتاع ليبرتي ديكسبريسيون في تونس وسورتو لي زارتيست ولي رابور اللي تبعوا في ولد الكنز واللي يحبوا ولد الكنز. الكل يسألوا سؤالي نجم يكون خاص شوية أما تطرقت فيه مع عليه حكيتو شي على ظروف وصوله إلى السجن كسوا مع المسجونين او مع الاعوان نتاع السجون والاصلاح. اولا بالنسبه للمسجونين ما عنده حتى مشكله، خايف من اللي بعد كما يقولوها يتفكت هو تو موجود في بقعه الدوش يسميها الاختلاط معناها مازال ما يعرفش روحه باش يمشي، خايف من يحطوه في بقعه خايبه. بالنسبه للاعوان الامن فما اللي يتصرف معاه بالخايب فما اللي يتصرف معاه ويساندوه وهما بينهم فاهمين معناها العمل الفني اللي قام به. يقعد المشكلة توا اللي لازم يسترجع امكانياته ومازال سولو شوب مازال مش مأمن اللي هو موجود في سجن من اجل اغنيه.